نشر الفنان أحمد سعد فيديو من كواليس تصوير أغنيته الجديدة في العالم ناس، واللي بيستعد لطرحها بمناسبة مشاركة مصر في بطولة كأس العالم لكرة القدم روسيا 2018. وعلق سعد على الفيديو عبر حسابه بموقع تبادل الصور إنستغرام، وقال كمان جت أغنيتي الجديدة لكأس العالم في العالم ناس. كلمات أحمد إبراهيم وألحان أحمد سعد وتوزيع محمد فهد ومن إنتاج شركة مزيكا.